أحييكم من تونس مشاهدينا الكرام. وزيرة المالية تؤكد أن وثيقة برنامج الإصلاحات الاقتصادية مبدئية وقابلة للتفاوض وتستجيب لمصلحة تونس ومتطلبات صندوق النقد الدولي. ارتفاع في نسب التحاليل الإيجابية ونسق تصاعدي في مؤشرات الإصابة بالمتحور أوميكرون تفرض الالتزام بالبروتوكول الصحي للتقليص من خطر العدوى. في تقييمه فترة عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن، وزير الشؤون الخارجية يؤكد مساندة القضية الفلسطينية ومحاولة الدفع نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا. السلام عليكم. أكدت وزيرة المالية سهام بوغديري على هامش إشرافها على ملتقى حول أحكام قانون المالية لسنة 2022 أن الوثيقة التي تتضمن برنامج إصلاحات للتفاوض مع صندوق النقد الدولي هي وثيقة مبدئية ومحل تفاوض، معتبرة أن الإصلاحات المقترحة تستجيب في آن لحاجيات تونس ولطلبات صندوق النقد الدولي. الوثيقة هذه هي باش تكون معناها محل تفاوض ونقاش مع كل الأطراف المتداخلة، وإن شاء الله معناها باش تكون وثيقة فيها توافق، واللي هي باش تكون نجموا معناها نقدموها ونتفاوضوا فيها في الأيام أو القادمة مع صندوق النقد الدولي، حتى مع الشريك الاجتماعي. احنا بالنسبة لنا رانا ما فما حتى أخزر مرة مع الشريك الاجتماعي، ما عندنا ما قطعنا حتى علاقة مع الشريك الاجتماعي، والاقتراحات ما زالت تنجم تطرح ويتم التفاوض بشأنها والنجم نوصلوا الاتفاق، معناها الوثيقة ما زالت ما هيش وثيقة نهائية. هذا وتضمنت أحكام قانون المالية سنة 2022 إجراءات لزيادة الموارد ودعم المؤسسات والتحكم في الأسعار. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. تضمنت أحكام قانون المالية لسنة 22 و2000 عديد الأحكام الخاصة بدعم المؤسسات، وأهمها تمكين الشركات بصرف النظر عن قطاع نشاطها من إعادة تقييم عقاراتها حسب قيمتها الحقيقية، ما يمكن من توفير فرص أكبر للاستفادة من التمويل البنكي، إلى جانب السماح للمؤسسات المصدرة كليا بالترفيع من نسبة مبيعاتها في السوق المحلية. الدولة بهدف دعم المؤسسات هذه مكنتها باش تروج بالسوق المحلية 50% من رقم معاملاتها للتصدير عوضا عن 30% جاي المشرع، وعطاء الإمكانية للمؤسسات هذه باش تحتسب بالنسبة هذه كمتع 50% على أساس رقم المعاملات المنجز خلال سنة 2019. الإجراء يهدف أيضا لمكافحة ظاهرة التهريب والسوق الموازية في قطاع التبغي والوقيد. تم تمكين المؤسسات هذه الصناعية المصدرة كليا اللي هي تتولى إنتاج مواد الاختصاص، يعني المواد اللي تختص بها الدولة، ونخص هوني بالذكر مادة المعسل، باش تبيع منتجاتها الكل لفائدة زوز مؤسسات وطنية، لم تكا مصنع التبغ بالقيروان ولارنتيا الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، تبيع لهم من غير أكل الحد متاع رقم المعاملات المخول فيه للترويج بالسوق المحلية، وبالتالي نضمن أنه المادة هذه يتم ترويجها عبر المسالك القانونية من خلال هالمؤسستين ذوما الوطنيتين. إجراء سيدعم العائدات لفائدة ميزانية الدولة، على غرار الإجراء المتعلق بإخضاع تجارة التفصيل للمنتجات الكحولية إلى الأداء على القيمة المضافة، الذي سيوفر نحو 75 مليون دينار من الموارد لميزانية الدولة دون أن يمس ذلك من الأسعار. تجار التفصيل لحد 31 ديسمبر 2021 كانوا معفيين من الأداء على القيمة المضافة، جاء المشرع وكرس إخضاعهم للأداء على القيمة المضافة، وبالتالي تتلاشين تولي خاضعة من الإنتاج للبيع بالجملة للبيع بالتفصيل. مبدأ الطرح اللي قايم عليه الأداء على القيمة المضافة يخلي الأداء هذية محايد نوتر، يعني ما يأثرش على الأسعار. وزارة المالية حاولت أيضا تخفيف العبء على الصيدلية المركزية عبر إعفائها من الأداءات والمعاليم عند توريد الأدوية التي لها جنيس في السوق التونسية، وهي أعباء كانت تتحملها هذه المؤسسة عوضا عن المواطن على اعتبار تحديد أسعار البيع المسبق. ما عنده حتى تأثير على أسعار بيع الأدوية المصنعة أحاليا، باعتبار أنه الأدوية هي الأسعار متاحة تخضع للمصادقة الإدارية للأسعار، يعني دي بخي أومولوجي.
تنحي تي فيا ولا تحطها ولا حاجه ما ياثرش، سي تان بري ستركتوري، ما في ما ياثرش على الاداء على الثمن البيع للعموم، يعني الاسعار مش باش تتبدل. تشجيع الاقتصاد الاخضر كان ايضا من بين اهداف قانون الماليه للسنه الحاليه عبر جمله من الاجراءات، من بينها التخفيض في المعالم الديوانيه المستوجبه لتوريد اللاقطات الشمسيه وتشجيع تمويل المشاريع في هذا القطاع. في إطار المتابعة اليومية لتطورات أرقام مخلفات كورونا في تونس، تم بتاريخ 6 من جانفي تسجيل 7 وفيات جراء فيروس كورونا و2469 تحليلا إيجابيا من مجموع 14687 تحليلا مخبريا، لتبلغ بذلك نسبة التحاليل الإيجابية اليومية 16.81%. في الشأن الصحي أيضا، أفادت الأستاذة الاستشفائية في علم المناعة بمعهد باستور سامر صمود أمسي أن متحور أوميكرون يمس القصبات الهوائية للمصاب به بأكثر من 70 مرة من متحور دلتا، ودعت الدكتورة صمود إلى تجنب التجمعات واستعمال وسائل الحماية الفردية، وهو ما سيمكن من التقليل في إمكانية الإيواء بالمستشفيات عند الإصابة بنسبة 50%. ارتفاع في نسبة التحاليل الإيجابية ونسق تصاعدي في مؤشرات الإصابة بكوفيد 19 وهيمنة للمتحور أوميكرون بنسبة 53% مقارنة بمتحور دلتا هي أبرز المعطيات المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس، وفق الأستاذة الاستشفائية في علم المناعة بمعهد باستور سمر صمود. وقت اللي تاخذ 3 أيام الأخرين معناتها 3 و 4 و 5 جانفي تلقى نسبة التحاليل وليت 18%. معناتها شوف كيفاش ملي كنا اقل من 10 في اول، حتى ما اول ما بدا الاوميكرون كنا اقل من 5، بعد طلعنا بين 5 وال10 ومن بعد فوتنا ال10 وتوا في 3 ايام الاخرين لقينا روحنا في 18%. معناتها هذا علامه على وجود الاوميكرون، وحنا نعرفوا اليوم اللي حسب التقطيع الجيني هو تقريبا في 53% من معناتها المتحورات الموجوده عندنا، لكن ما ننساوش رانا اليوم عندنا تعايش نتاع الاوميكرون والدلتا. وأفادت صمود أن أوميكرون ينتقل أكثر من 4 مرات من متحور دلتا، وأنه يمس القصبات الهوائية للمصاب به بأكثر من 70 مرة من دلتا، وقد يحتاج بعض المرضى للإيواء بالمستشفيات. أوميكرون عنده 70% أكثر، يمشي 70 مرة أكثر مش في للقصبات الهوائية من دلتا يمشي لهم، ولذلك في أغلب الأحيان يصير اللي نشوفه فيه كيما نزلت البرد ويقعد في القصبات الهوائية، لكن هذا لا يمنع اللي نحتاج، وهذا اللي قاعدين نشوفه فيه في انجلترا في الولايات المتحدة في فرنسا وغيرها، اللي بداوا يشوفوا العباد ما عندهمش ياسر وفيات بالأوميكرون، اما بداوا يشوفوا العباد اللي تجي للإيواء في المستشفيات من اللي هو للأوميكرون ويحتاجوا 3-4 أيام للأكسجين. ودعت الأستاذة في علم المناعة إلى تجنب التجمعات واستعمال وسائل الحماية الفردية بنسبة 20%، وهما سيمكن من التقليل في إمكانية الإيواء بالمستشفيات عند الإصابة بالعدوى بنسبة 50%. وقت اللي الإنسان على المستوى الفردي ينقص 20% من العبيد اللي يشوفهم، عدد العبيد اللي يشوفهم في النهار، هذايا ينجم يكون عنده نتائج إيجابية جدا على المستوى الجماعي، وينقصوا 50% من الحاجة إلى الإيواء في المستشفيات. وفيما يتعلق بالمناعة المكتسبة عبر التلقيح، أفادت صمود بأن تلقي جرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد 19 لفترة أقل من 6 أشهر تقلص ب40% من العلامات السريرية للعدوى وتحمي ب80% من الحالات الخطيرة، وأضافت أن الجرعة الثالثة المعززة تحمي ب86% من العلامات السريرية للعدوى و95% من الحالات الخطيرة. وفي العالم يواصل الفيروس انتشاره مسجلا أرقاما قياسية في عدد من الإصابات، سيما في بعض المناطق كأفريقيا وأوروبا، وسط تحذيرات من منظمة الصحة العالمية من تسونامي جديد من الإصابات في ظل سرعة انتشار متحور أوميكرون.
تواصل دول العالم تسجيل أرقاما قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مسجلة مستويات غير مسبوقة منذ ظهور الجائحة على غرار القارة الإفريقية التي تخطت عتبة 10 ملايين إصابة، وأوروبا التي تعيش بعض بلدانها على وقع وفيات بالمئات كل يوم، وفق بيانات رسمية تؤكد أن عدد الإصابات في العالم سجل ارتفاعا بنسبة 71% خلال الأسبوع الماضي. وتتزامن هذه الارتفاعات مع تحذير منظمة الصحة العالمية من تسونامي جديد من الإصابات يربك الأنظمة الصحية حول العالم ويفرض عليها ضغوطا شديدة سيما البسيطة منها، وفق مدير منظمة الصحة العالمية الذي حذر من توصيف متحور أوميكرون بالمعتدل لأنه يودي بحياة أشخاص في شتى أرجاء العالم. وفي ظل تنامي عدد الإصابات وبلوغها 300 مليون إصابة في العالم وتعدي عدد الوفيات 5 ملايين وفاة، تطفو على السطح مسألة توزيع اللقاحات وانخرامها بين البلدان في ضوء تخزين بعض البلدان الغربية للقاحات لاستخدامها في برامج تطعيم مواطنيها بجرعات تعزيزية أمام حاجة بعض البلدان الأخرى إلى جرعات أساسية. وكان مدير منظمة الصحة العالمية قد انتقد في وقت سابق استئثار الدول الغنية بجرعات اللقاح المتاحة، ما أوجد حسب تقديراته أرضا خصبة لظهور متحورات للفيروس، داعيا العالم إلى مشاركة اللقاحات بشكل أكثر عدلا هذه السنة بهدف الحد من تبعات الجائحة على الإنسانية وإنعاش الاقتصاد العالمي الذي ظل رهين المتحورات على اختلافها وحبيس المتغيرات الصحية. خلال ندوة صحفية قدم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي محصلة عضوية تونس غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي في الفترة الممتدة بين 2020 و2021. بنهج دبلوماسي يتسم بالواقعية والثبات خدمة للقضايا العربية والإفريقية ويرتكز على قيم الحوار والتضامن سبيلا لتحقيق الأمن الدولي، أدارت تونس فترة عضويتها غير الدائمة بمجلس الأمن والتي تزامنت مع تنامي التحديات الدولية وفي مقدمتها جائحة كوفيد-19 التي حرصت تونس على أن تكون على جدول أعمال مجلس الأمن. قد تجلى ذلك خاصة من خلال المبادرة التي تقدم بها السيد رئيس الجمهورية الذي أفضى إلى اعتماد قرار أممي يكرس الاستجابة العالمية والمتكاملة والمنسقة لمجابهة الجائحة، وهو نجاح كبير حققته الدبلوماسية التونسية بفضل مثابرتها خلال أشهر طويلة من المفاوضات الصعبة. وأكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجراندي خلال ندوة صحفية أن تونس التي تحملت خلال عضويتها في مجلس الأمن الدولي مسؤولية تمثيل الدول العربية والإفريقية لم تدخر جهدا في سبيل ضمان إنفاذ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية فيما يتصل بالقضية الفلسطينية، هذا إلى جانب الاضطلاع بدور ريادي في طاعة المجلس مع الملفات المتعلقة بإشارة ليبيا وبالخلاف حول سد النهضة. وقد عملنا بصفتنا العضو العربي الوحيد بالمجلس على مناصرة القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العاجلة، كما ساهمت في الجهود الرامية إلى دفع مسارات التسوية السياسية الشاملة للنزاعات القائمة في كل من ليبيا وسوريا واليمن، وقد تجلى ذلك خاصة من خلال المشاركة الفاعلة في مشاورات المجلس على الحرص على التشاور والتنسيق مع الدول الشقيقة المعنية بهذه القضايا. وتفرع الحديث على هامش هذه الندوة الصحفية ليطرح موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي أكد الجراندي أنها انطلقت فعلا. بدأ الحوار وهناك الوثيقة تم إعدادها وهناك حوار باش يبدأ معناها أو بدأ مع صندوق النقد الدولي، وكانت والدول الشركاء متاعنا الدوليين الآخرين هما يترقبوا في أنه إحنا نبتدئ هذا الحوار، فماشي يبقى أن بويكوت دو لا تونيزي. وحول ملف لعبت فيه الدبلوماسية دورا كبيرا أكد وزير الشؤون الخارجية أن الساعات القادمة ستحمل جديدا حول مسألة استرجاع النفايات المستوردة من إيطاليا بطريقة غير شرعية، حيث سيتم الشروع في نقلها إلى موطنها الأصلي بعد استكمال جميع مراحل التقاضي. خلال عدة مكالمات هاتفية بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف الوضع هناك، يأتي ذلك في وقت استعادت فيه قوات الأمن فيما يبدو السيطرة على شوارع مدينة رئيسية في كازاخستان بعد أعمال العنف التي استمرت عدة أيام.
وقال الرئيس توكييف المدعوم من روسيا إنه أمر قوات الأمن بإطلاق النار لإخماد الانتفاضة في مختلف أنحاء البلاد. وقد خرج المتظاهرون نهاية الأسبوع الماضي إلى الشوارع للاحتجاج على ارتفاع أسعار الغاز النفطي المسال المستخدم في السيارات قبل أن تتوسع رقعة المظاهرات بشكل غير مسبوق، مخلفة عشرات القتلى وأعدادا كبيرة من الجرحى. أفاد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودغيون الجمعة بتسجيل تقدم في المحادثات النووية الإيرانية، لكن الوقت ينفذ على حد قوله. وقد استؤنفت يوم الاثنين المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن إنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015. وعبر دبلوماسيون غربيون عن أملهم في تحقيق انفراج بحلول أواخر جانفي الجاري، لكن الخلافات الحادة ما زالت قائمة بشأن أصعب القضايا العالقة، لأن إيران لا تزال ترفض أي مهلة تفرضها القوى الغربية. وصلت بعثة المنتخب التونسي لكرة القدم إلى الكاميرون للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، ويضم المنتخب 26 لاعبا من ضمنهم سيف الدين الجزيري المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا، فيما غاب عن الرحلة اللاعبان حنا بعل المجبري ويوسف المساكني اللذان يخضعان للحجر الصحي بسبب إصابتهما بفيروس كورونا. وسيستهل المنتخب التونسي مشاركته في كأس إفريقيا بمواجهة منتخب مالي في 12 من جانفي انطلاقا من الساعة 2 ظهرا، ثم يباري موريتانيا قبل أن يختتم مباريات الدور الأول بملاقاة غامبيا. حنا بعلو مساكني في قلوبنا، وحنا بعلو مساكني ركائز من ركائز المنتخب، الناس كل تعرف شيء هذا. نتمنى لهم الشفاء العاجل إن شاء الله والعودة السريعة، ويلتحقوا بنا إن شاء الله في أقرب وقت ممكن بالنسبة لهم وبالنسبة لنا. إحنا أهم شيء هو أنه باش نمشيوا الكاميرون باش نشرفوا معناتها الناس اللي تستنى فينا، والناس اللي أكيد معناتها عندها انتظارات كبيرة معناتها من المنتخب التونسي اللي ديما يعطي الفرحة ويقدم معناتها أداء طيب. بهذا إذن نكون قد وصلنا إلى نهاية النشرة، وأذكركم بعناوين أبرز ما جاء فيها. وزيرة المالية تؤكد أن وثيقة برنامج الإصلاحات الاقتصادية مبدئية وقابلة للتفاوض وتستجيب لمصلحة تونس ومتطلبات صندوق النقد الدولي. ارتفاع في نسب التحاليل الإيجابية ونسق تصاعدي في مؤشرات الإصابة بالمتحور أوميكرون تفرض الالتزام بالبروتوكول الصحي للتقليص من خطر العدوى. في تقييمه فترة عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن، وزير الشؤون الخارجية يؤكد مساندة القضية الفلسطينية ومحاولة الدفع نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.